أكثر برنامج إلى يومكم هذا أنا يلي أكلمكم ما عرفت له والله العظيم. بعيداً عن المجاملات يا أخوان وبعيداً عن أي كلام ثاني، أدري في بعضكم مثلي ما يحبه، والشيء اللي ما لقيت له حل يا جماعة أنا محدثكم إن حتى وأنا ما أحبه إلا أني يومياً ما أخفيكم أتابعه. تبون الزبدة؟ بعيداً عن المقطع يا عيال، في حاجة تخلينا نمسك التطبيق ونقعد باستمرار نطالع في حاجة تخلينا ندمن، ما أدري إيش، مقاطع ما تشوفها إلا بالديب ويب، أشياء ما تدري عنها. وأكبر مصيبة، قبل 3 شهور يا جماعة سوينا ترند وكنا نطقطق فيه وصورت فيه رجلي قبل وبعد، واليوم يا جماعة الخير حاب أقول لكم بفضل الله تعالى وبفضل دعمكم قدرت رجلي توصل 4 مليون مشاهدة. 4.7 مليون يا جماعة الخير، حاجة غريبة والله العظيم ما أدري كيف. السلام عليكم ورحمة الله، مقطع ثاني من غرائب التطبيق هذا. أعيد وأكرر يا جماعة، المقطع اللي بتشوفونه اليوم فقط تغيير الجو والسوالف مع بعض، وبين فترة وفترة بسوي زي المقاطع. وآخر مرة وصلت المقطع 400,000 لايك، والله ما دريت لي ولا شيء على المقطع قبل شوي، انصدمت من التفاعل اللي كان عليه. كل اللي أقدر أقوله والله العظيم إني ما أقدر أوفيكم حقكم ودعمكم، شكرا يا جماعة. الدعم اللي قاعد تقدمه أنكره والله يعني الكثير ومو بقليل. فأبشروا بإذن الله بعد الجزء الثالث إذا عجبكم مقطع اليوم، وبيهديكم هدية كذا بسيطة للناس اللي مفعلين الإشعارات. 5,000 ريال راح تكون هدايا للناس اللي مفعل الإشعارات. المقطع الجاي أول ما يديك الإشعار انزل على الكومنتات وحط أي كومنت، راح أول ما ينزل المقطع راح أختار ناس راح يربحون معانا بلاي ستيشن 5 وساعة أبل وأيضا سماعات. أول ما يديك إشعار مقطعي ادخل على طول حط كومنت بأختار الناس الأوائل. وأشكر من قلبي يا جماعة الموقع الأسطوري اللي قاعد يضبطه بتخفيضات وعروض مستمرة. أي شيء تبغاه تبي تشتريه ادخل موقع نون واكتب اللي تبغاه، يعني مثلا أبى أكتب دباب بيطلعوا لي دباب، اوه مطلعين لي اغراض دباب. الموقع يا جماعه الخير اي شيء تبيه بتحصله فيه، وتراهم بشكل مستمر كل مره ينزلوا لك عروض وتخفيضات، وايضا اس اكس بي يو يعطيك تخفيض فوق التخفيض الموجود، عروض مستمره بشكل يومي. وايضا ترى حتى انا اللي قاعد اكلمك عايز المشاهد برضو ادخل نون واكتب اس اكس بي يو اطلب لي، وهذا العيد طلبت لي انا بعد ملابس. ما بيطول يا جماعه عليكم اكثر من كذا، لبس العافيه علي وعليكم بالعافيه ونبدا المقطع والله. طيب في البداية يا جماعة ترى إلى الآن أنا مصدوم كيف هذا المقطع قدر يوصل 4,300,000 لايك وهو مدته 5 ثواني، اليوتيوب ما يسويها، في شيء غريب إلى الآن أنا ما أعرفه. المهم نسمي بالله الرحمن الرحيم يا جماعة الخير ونبدأ، والله يعيني على 4 الضغط، يا رب ما في 4 الضغط. متفائل إن اليوم يا جماعة تكون كل المقاطع حلوة. لا والله ما ظنتي، إي والله إنه ما ظنتي. إي كنسل المقطع، الله يعطيكم العافية يا جماعة الخير، شكرا للمشاهدة، السلام عليكم. جيش السواحات مسعى خلف ال... لا وقف المقطع شوي، في حاجة هنا حلوة. لا إله إلا أوه هذا مقام إبراهيم عليه السلام، ممتاز ما شاء الله، في شيء دينية عندكم بالتيك توك، توقعت كله رقص. يا جماعة لا أنا عندي حاجة والله صدقة بتناقش فيها معاكم. يقولك هذه اللحظة أغليها بشكل طيب، أنا ما عندي مشكلة إنك قاعد تساعد أهلك وترتب البيت وتضبط، والله يا جماعة مستعد أحلف لكم إن لو ما أضيفت الموسيقى هذه على المقطع مع الرقص إنه ما يوصل 95,000 لايك، يعني لو إنه بيساعد بدون شيء ما أتوقع حتى بيطلع المقطع إكسبلور. قاعد فمان الله أخويا، لا والله ما حد يسوي كذا يا جماعة، وش إيش فيه؟ عاشرت جميع أنواع الناس، ما في أحد يدخل على الغرفة يطقع ويمشي، والله ما في يا جماعة. تريد 1,000 متابع هو او انت اللي تسمع هذا بيعطينا السر، نفذ الشروط لي وبس وتوصل 1,000 بس، نفذ الشروط تمام، تضغط الزايده اللي هنا، تضغط القلب، تسوي حركه الاكسبلور، تدخل التعليقات تكتب تم، واي واحد كاتب تم ضيفه، اذا ما وصلت ما نسكر. يما 180,000 واحد سواها. طيب انا ابغى اشوف يا عيال، قسم بالله عملت هاني قلت تم وصل والله وصل. طيب خلينا ننزل نختار واحد عشوائي، عبود تم العيون صقر هذا بعد وصل، هذا يا ساتر سهلة، يعني كذا نظام المتابعين. في واحد يا جماعة الخير والله العظيم إني أكن له الاحترام الكبير في التيك توك، واحد مين تتوقعون؟ ممكن بعضكم يدري إني تكلمت، اللي هو أبو عابد. عابد شو ما حرك تيك توك، والله حرك تيك توك يا عيال، أذكر منزل مقطعين. ليش؟ لأنه فاهم والله، يعرف كيف يجيب مشاهدات بدون ما يتعب. يلعن أم الفلة، يقطع أم الفلة. سويت حساب تيك توك، نزلت مقطع، سويت نفسي برقص، كنت برقص. شوف
ابو حمد لا 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 وين يا شباب تو جاي اصبر شوي والله العظيم فاهم وجاب مشاهدات واموره طيبه وحسابه داز يعني ماخذ الوضع طقطقه الناس اللي زي كذا والله يصفق لهم والله العظيم في كثار يا جماعه باليوتيوبر حولوا على التيك توك والوضع كله طقطقه بطقطقه هذا شيء حلو صراحه زي مثلا ابو خلود تو متوثق منزل مقطع امس كده المقطع كده خلص كم وصل المقطع 760 الف يعني كأنه منزل مقطعين بقاتب اليوتيوب كم وصل لايك موصل 60 الف لايك شفتوا كيف حاجه غريبه يا جماعه مش طبيعي البرنامج والله مش طبيعي هو في سر بس الى الان والله ما ادري ايش يمكن عشان المقاطع تطلع كده بشكل سريع ورا بعض فعلى كل مقطع انت تمر من عنده تحسب مشاهده ما ادري والله الصدق ابو خالد حتى ابو خالد والله تكتك والله توي ادري عيال عنده حساب الاذن والله توي ادري يا عيال لحظه بدخل قناته اصبر اصبر اوف 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 تكفى لا تقول لي بترقص الله يخليك ما بترقص ابو خالد اعرفك يا خوي اعرفك اعرفك والله ايش ذا المقطع ايش ذا المقطع بس كذا 40,000 لايك بس كذا مشاهده نص مليون بس وقف في المقطع طلع رجع خذ مشاهدات خذ تفاعل ابو خالد ابو خالد ابو خالد ابو خالد انت تسمحون نتميلح شوي طال عمركم بدا والله انه بدا تسج معاه يا عيال الله نويسر مجرم جيمز الجماعه سابقيني هنا ناصر يا عيال هذه اذكرها كنت معاه بالسياره هنا ناصر بغت تهج معاه بغت ايوه يا محمد عرفك انا طيب ممتاز صدقوني يا عيال جت بالي فكره هل تبون نسوي جزء خاص كذا نتابع فيه اخويانا قروبنا اللي ببور والعيال ابو خالد ومودي وناصر وسعد الشاب ذولي لان ترى والله العظيم يا جماعه اني ما قد دخلت فرشت على حساباتهم فاذا تبون اكتبوا لنا تحت وعد دعمكم على المقاطع هو اللي يحدد اذا انتم متحمسين يا قلبي يا قلبي اقسم بالله الا على الطار يا جماعه يوم شفت القطه تذكرت في اجنبي يا عيال اللي يسوي بيده كذا هذاك اللي مش طبيعي ابغى حسابه طيب يا جماعه دخلت جوجل وكتبت موست بوبولار تيك توك اكاونت اكثر الحسابات مشهوره هذا ايش هذا هو والله اللي ادوره اذا بنتكلم عن الارقام يا جماعه اللي بتشوفونها قدامكم كلكم بتعرفون انها مش طبيعيه تخوف مره تتكلم عن 40 مليون 49 مليون على ايش على واحد بس ما يتكلم يشتري بيده زي كذا بس يعني هذا موصل 75 مليون يقولك في صحون يعني في صحن صحن تحط الباستا وتاكل وابلع 9 مليون لايك وابلع 75 مليون مشاهدة يعني ما ادري ايش اقول والله العظيم شوفوا هذا مثلا هذا اوكي هذا مجنون هذا مجنون هذا مجنون لا هذا متخلف صدق زقت معاه حط اللابتوب كذا ما كفى يا الله ما يكفي صح شو نسوي طيب شو نسوي نقلب اللابتوب وش نسوي بعدين ما كفى بعد نقط الشنطة نجيب شنطة ثانية أكبر بدون ما يتكلم ها وندخلها وتعبير وجهه والله صدق انها حلوه يا جماعه تعبير وجهه حلوه بس حتى يعني لو بنتكلم ما شاء الله تبارك الله برضو الارقام تخوف اللي عنده بيوصل مليون بيوصل مليون بدون ما يقول ولا كلمه ما قال ولا كلمه يا اخوان اديسون هذا وش هو اديسون لا 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 نزف نزف اوه هذا واحد بعد من المشاهير عنده 60 مليون هذا مبدع يا عيال هذا يخوف يخوف اللي يسويه شيء يخوف مره شوفوا شوفوا هذا يا عيال شوفوا هذا مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي طلع ايش بيسوي الحين؟ خلاها لعبة؟ داخل داخل سي ما ادري ما ادري
اقسم بالله مش طبيعي، هذا اللي يستاهل كل يا ابن الذين. المقطع قاعد ينعاد وينعاد، المقطع ينعاد 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 ينعاد. والله اهني نرجع عند اخواننا بعد مره ثانيه، لقيتنا ما رجعنا. هذا قاعد ياكل تيس موس. الحمد لله. يلا اللهم لك ان شاء الله، الله يعافيك. هذا اللي انا قاعد يا الله ليش كنت مستانس، والله كنت مستانس. موجود يا جماعه اسمه هذا الرجال اسمه؟ هذا الرجال شوفوا الرجال ما شاء الله. يا قلبي يا قلبي يا قلبي اقسم بالله هذا الانسان، هذا الانسان انا دقه تحيه هذا الشريف. فرتكوا في النص، هذا برجر كبار، برجر كبار، هذا برجر عمالقة. الله يسعدك حبيبي. يا عيال في فكرتين براسي ودي اسويها، الاولى اللي قلت لكم عنها اللي ابحث عن العيال، والشيء الثاني اللي ادخل هاشتاج شونك وهاشتاج شونك بونك ثنتينهم وابحث عن المقاطع اللي مزيها العالم كلها. ما ادري اذا عجبتكم الفكره وشفتوا انها تصلح اكتبوا لي، ممكن اسويها والله ليش لا. 2 3 4 5 ما يهرك الا 7 احسب احسب له 30 ثانيه. آه في رقص في رقص في رقص صح؟ عارف 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 مشية الرقص عارفها. وضع العرب بس. أيوة أيوة الزبنة الزبنة الزبنة. أبو عمر تكفى، عوضني يا أبو عمر. الناس اللي سألوا وش بتسوي بنفسك إذا ما جبت النجمة، جاب النجمة أبو عمر. الله صفق أبو عمر صح، جاب النجمة هو. نعم السلام عليكم. أنا في مسبح ما، وبهذه المناسبة ما يشتهر عن ماذا قول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل فينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام هو يؤثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام غير صحيحة. ولا شك أن الرياضة. الله يعطيك العافية يا شيخة معانا هنا، مرحبا مليون، يا مرحبا مليون، هلا بالشيخ. لا الجماعة وصلوا كل العالم. أغاني جامدة يعني، شفت شيء وأنا قاعد أقلب الأغاني تجذبك والله، تخليك تدخل بعض المقاطع يا جماعة. يعطيكم العافية، شكرا شكرا. انتهى المقطع، انتهى المقطع. طيب يا جماعة إلى هنا وصلنا للنهاية، أتمنى استمتعتوا بالمقطع اللطيف الخفيف، شكرا جزيلا لكم، وصلوا على محمد. لا تنسون تفعلون الجرس يا جماعة، المقطع الجاي يوم الثلاثاء، قربت لكم، احتمالنا الثلاثاء واحتمال ان الليل، فعل الجرس وانتظر الإشعار، اكتب السكس بي في الكومنت أو أي شيء والله يرجع لنا نصيب واحد يستاهل. شكرا لكم يا جماعة على دعمكم المستمر، وصلوا على محمد مرة ثانية وإلى اللقاء. Thank you.